بس في كل نقطة من هذه النقاط. كل نقطة ولا في نقطة؟ كل نقطة. كل واحد مع الورقة اللي هو عملها. إيه. خمس مشكلات ترى إن كانت بالنسبة لك مشكلة. خمس مشكلات عن التخطيط. أنت حتكتب خمس مشكلات في كل سكشن؟ كل واحد. خمسة على التخطيط، خمسة على القيادة، خمسة على التشغيل، خمسة على الأعضاء، خمسة على النظام، خمسة على التنظيم، خمسة على التنمية، خمسة على الخدمة، خمسة على التسويق، خمسة على الإبداع، خمسة على المرة. إذا كان عندك سريع تكتب مشكلات مكتوب لنا، لكن الحد الأدنى أن تكتب مشكلة واحدة عنا. ليش ما نكتب عن مشكلة في كل؟ يعني هتاخذ وقت كثير. أنا أقول لك أنت لك الحد حتى خمسة. جيد؟ الحد الأدنى أنك تكتب كم؟ واحدة. واحدة. طيب لو كانت هذه كلها فوق ال 100 يصير فوق ال 100 ما نكتب عنها. اللي انت ترى انه ما عندك فيه مشكله، ترى انه 100% بالنسبه لك خلاص ايش تسوي؟ يعني لو كان هنا في الرداء فيه التخطيط خراب زي مقررات التجهيزات. نعم. بالنسبه كلنا صوتنا انها فوق ال 100 ما يحتاج. خلاص احنا في مصلحه انها فوق ال 100. اي هنا حتى هنا من فوق ال 100 مش فوق ال 100. اي هنا عاد هنا من فوق ال 100. دائما تذكر عند ايكيا عندهم مبدا ايش يقول لك؟ دائما هناك فرصه تحسين. للتحسين. دائما في فرصه تحسين. ما توقف صح. لازم نجيب شيء جديد، لازم نفكر ايش ممكن يكون ابداع، شيء ابداعي. قد يكون احيانا شوف قد يكون احيانا الاشياء المبرمجه خلصت منها، بس في الاشياء الابداعيه ما تخلصت منها. الحين في خمس او ماكسيموم خمس ماكسيموم خمس، اعلى شيء خمس، بس اقل شيء انه لازم تفوت واحده، اتفقنا؟ كيف بنسوي؟ بعطيكم كروت ملونه وساطلب من كل واحد الشباب